فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في مجلس مثلا أو في السيارة وغيرها؟ نعم، تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس، ولم يكن ذلك معروفا في عهد السلف الصالح، وذلك لأن القرآن الكريم ليس وشيا توشى به الجدران وتزين به، كما رأينا بعض الناس يعلق لوحة يكتب فيها آية تجعل هذه الآية كأنها قصر بحيث تهندس على صفة البناء الذي فيه الشرفات، رأينا ذلك. بعضهم علق السورة تقول هو الله أحد على هذا الوجه، إذا رأيته تقول هذا قصر. والقرآن أشرف من أن يكون زينة ووشا في الجدران، وإن قصد بذلك التبرك فليس التبرك بأن يكتب كتاب الله ويعلق بالجدران، التبرك بالقرآن حقيقة هو التبرك بتلاوته، فإن كل حرف منه بعشر حسنات. كذلك إن أريد بذلك الاتعاظ والتذكر، فإننا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيه شيء من آيات الله يزداد فيه تقوى الناس واتعاظهم وتذكرهم، بل إننا نرى بعض هذه المجالس يفعل فيها المنكر، يشرب الدخان فيها، يغتاب فيها الناس، تؤكل لحومهم، وما هذا إلا نوع استهزاء. كتاب الله فوق رأسك وأنت تسهر به في معصية الله. إن أريد بذلك التحصن والورد كما تعلق الآيات على السطور فهذا أيضا بدعة، ما كان السلف الصالح يتحصنون بمثل هذا أن يكتبوا الآيات على جدرانهم. وهذا الأخير يعني أن يقصد به التحصن يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلك ولا يقرأ هو بنفسه الآيات التي فيها التحصين، مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، تجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في مقدم البيت إدخال البيت ويقول الآن احتمل البيت بما كتب فيه من الآيات، ويعرض عن التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة. لذلك نرى أن لا تعلق هذه الآيات على الجدر. أما الأحاديث فإذا علق ما يناسب المقام مثل أن يعلق كفارة المجلس فهذا لا بأس، لأن هذا تذكير وينتفع به الناس، فالإنسان إذا رأى مكتوبا في عند باب المجلس كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فإنه يتذكر هذا ويقوله. كذلك التعليق في السيارات، إذا كان التعليق في السيارات أذكارا واردة مناسبة مثل أن يعلق الإنسان في السيارة دعاء الركوب فإن هذا طيب وتذكير ولا بأس به، وكل إنسان يشعر بأنه يستفيد من ذلك. ويا حبذا لو كانت الكتابة بحرف مكبر بحيث يقرأه من في الخلف، لأن هذه الكتابة الصغيرة لا يقرأها إلا من كان إلى جانبها، إلا من كان إلى جانبها هو الذي يقرأها، أما من كان في الخلف فلا يستطيع قراءتها، فلو جعلت في خط كبير إذا أمكن حتى يقرأها من في الخلف لكان هذا طيباً.